الضمير انحاز لطرف من الأطراف اللي معانا، الطرف التاني مش مستني عيد الحب عشان أيام كل أيامي كلها حب. دي جملة قالها الفنان الموسيقار والممثل المتألق نبيل علي ماهر، بتلخص قصة حبه وجوازه من دكتورة ميرفت أبو عوف اللي بدأت بصداقة سنة 81، وخلال سنوات قرروا أنهم يتجوزوا عشان العلاقة دي تستمر ناجحة وإن شاء الله بنجاح وبسعادة 39 سنة. أستاذ نبيل، دكتورة ميرفت نموذج للصداقة مش بس قبل الزواج، لكن كمان الصداقة اللي بتستمر بعد الزواج، الصداقة الحقيقية اللي فيها عمق واللي الراجل ممكن يوصفها بجملة بسيطة في الشكل لكن عميقة في المعنى، لما يقول بقالنا 39 سنة متجوزين بس علاقتنا حلوة جدا ولسه بنتكلم مع بعض. لما بنحضر فعاليات فنية بنشوفهم دايما ثنائي متفاهم متناغم مترابط. عايزين نعرف النموذج الرائع ده وصداقة والحب بتستمر ازاي بعد الجواز، عايزين نتقرب منهم اكتر ونسمع منهم اكتر ونعرف عنهم اكتر واكتر، وخاصة يعني ان هم نموذجين متحققين وناجحين في مجالاتهم. دكتورة ميرفت أبو عوف استاذ في الجامعة الامريكية وعضو المجلس القومي للمرأة مؤخرا مبروك، ومستشار غرفة صناعة السينما وخبير إعلامي وحاجات كتير، وطبعا كل النجاحات دي وراها موسيقار كبير وعازف ماهر وممثل دلوقتي ليك جماهيرية كبيرة جدا يا أستاذ نبيل. الحمد لله، ربنا يديمها نعمة. يا رب. أنا عايز أقول حاجة مهمة جدا لكل مشاهدينا، إن إحنا بنتكلم مع كابل بقاله 39 سنة متجوز، يعني صاحيين نايمين قايمين شاربين واكلين خاربين كل حاجة مع بعض، والعلاقة ما زال بتتمتع بنوع من الخجل. يعني أنا بحس في مرة طيب وبص لهم في خجل فعلا. فالأول أهلا وسهلا بيكم، نورتونا وشرفتونا. إحنا في العادة بنبتدي مع الستات، بس أنا حقيقي هبتدي مع الراجل، لأن أنت بالنسبة لي ظاهرة كونية. ظاهرة كونية. أيوة. ظاهرة كونية كده لذيذة كده. عايزين نفهم من هو الرجل اللي يقول احنا لسه بنتكلم، احنا بقالنا 39 سنة متجوزين ولسه بنتكلم في الأول بينا وبين بعض مواضيع، عملتها ازاي؟ وهي اللي بتتكلم. ان حضرتك بتسمع دي مين؟ طبعا. احنا اصل علاقتنا ابتدت صداقة. قعدنا أصحاب أصدقاء يعني مدة مش بطالة، يعني بتاع 5 سنين ولا حاجة. 5 سنين تمام. قبل ما نحب بعض يعني نتجوز. اللي بيتبني على صداقة بيبقى متهيألي أنا من وجهة نظري إنه ما بيبقاش في أي نوع من التجمل يعني، يعني الواحد لما بيصاحب واحدة مش بيكذب بس بيبقى في حالة عشق كده، الحياة حلوة بس بيتجمل. يعني ما نفترضش إنه حتى بيتجمل، هو في حالة إيفوريا لطيفة كده، فما بي ما بي يعني مش ما بيطلعش الحاجات الوحشه، هو الحاجات الحلوه بس هي اللي بتطلع، هو سعيد جدا ومبسوط وبتاع. لما بيتجوزوا بقى ويفوت وقت طويل يبتدي بقى الحاجات الوحشه تبان. طيب انت ما كانش ده الموجود. لا، انت في الصداقه انتوا كنتوا عارفين كل حاجه عن بعض وانتوا اصدقاء، كنت انت بتقترحي له ستات عشان يرتبط بيهم ويتجوزهم؟ لا، هو كان مرتبط بحد وانا شايفه ان هو يعني انفولفد قوي مع الحد ده وما بقاش معاها، وبعد ما بقاش معاها بقى مستهتر يعني. فبقيت اقول له انت ايه يعني، لو دي شخص بتحبه ما تتجوزها ليه يعني. بقيتش فاهمه طبعا تفاصيل قوي مش هحكيها لي، بس فعلا شفت ان هو كان على علاقه بحد بيحبه قوي، ولما عارفه لما حد يتخبط بقى بعد ما العلاقه يبقى أيوة لعبي بالظبط، هنقول ان هو لعبي. ايوه بالظبط كده، لعبي وكده وانت كل ده انت متابعاه معاه. لا، انا صاحبته صديقته بجد، صحاب قوي، وهو يعني ما كانش فيه بقى اي تفكير خالص لا حب ولا ارتباط ولا حب. لا بصي، انا عمري ما كان عندي صاحب يعني بعد 4M، ما عمري ما كان عندي صديق ولا وكل الاصدقاء في الجامعه كانوا اصغر مني، لان انا كنا بقى مشهورين قوي وفور ام وبتاع، فكنت متخوفه جدا ان حد بقى يبقى متفاهم ان احنا مثلا سهلين بتاع، فانا مش عايزه اخش في السكه دي. فبقيت حريصه جدا ان انا ابقى لو عندي اصدقاء بيبقوا اصدقاء في شله واصغر مني. فلما نبيل دخل فرقه افتكرت بقى يعني حطيت ديفينيشن كده ان ده
صديق، هو ده الاحساس بالصداقه. اه انت رحتي حاطه له ليبل على طول، ما اديتلوش فرصه حتى اي حاجه. وكان ليبل. بيتقبل مني حاجات، اصل برضه الاصدقاء لازم يتقبلوا من بعض الكلام. يعني كان ممكن يقول انت مالك، انما بقينا نتقبل من بعض كلام يعني تعليقات. ولا مره فكرت، وده سؤالي للدكتور، ان يمكن انجذابكم لبعض وخوفكم من التوضيح فعملتوها صداقه الى ان المشاعر الحقيقيه طغت على الحقيقه؟ يعني فكره ان انا اقابل حد واعتبره ان هو هيز ماي فريند. لا لا، هو هي فعلا شو واز ماي فريند يعني، وهو ده انا معتقد يعني ومتاكد منه ان هو ده اللي بيبني اساس علاقه سليمه. لانه طب ايه اللي حولها؟ والله فاجئ الاول في لقوا منه بقى حضرتك. لا لا انا عايز اسمعها منك بقى، معلش القوي ده. انا عايز اعرف، طب انت شخص لعبي وكنت على علاقه ويعني كنت في الفتره دي زمان؟ اه زمان زمان. ايوه لعبي زمان، لعبي زمان جدا. وكان ضد الجواز يعني. ايوه ازاي اقتنعت بفكر الجواز؟ ايه اللي حصل تحديدا ميرفت؟ لا مش بس كده، ايه اللي حصل ان غيرت احساسك لميرفت؟ يعني من صحوبيه لان انت تحب فتطلب انك تتجوز. يعني ايه التركه جت فين؟ امتى؟ وبالذات ان انا متاكده انها ابتدت من عندك، ما ابتدتش من عندك. لا يعني هي انا مش عارف الحقيقه ابتدت ازاي، بس احنا كنا اصحاب قوي قوي قوي، فانا طبعا مش عايز اتجوز. انما بعد شويه بقى يعني الاول اتغيرت، وده طبعا مستحيل جدا احب اتجوز واحده بصفات ميرفا دي. يعني ده شويه كان شويه ده بينك وبين نفسك؟ الى ان؟ الى ان بقى قول لي مش عارف والله. انا فجاه كده لا لا خالص خالص. جالها حد وانت حسيت انها هتضيع من ايديك؟ حضرتك قررت ان انت تقول لها يلا نتجوز؟ ما اعرفش ايه اللي حصل. انا لقيت نفسي اقول لها كده وهي راحت يعني على طول، ورحنا طالعين لعزه ايلين له على طول. يعني الحكايه ما اعرفش حصلت ازاي. بصي الستات ما بتنساش، الرجاله بتنسى، ذاكرتهم اسماك. ايوه قول لنا بقى حصل ازاي. هي نفسها مش عارفه امتى الدكتور عايزه تخوفك وقال لك خلي بالك وكده. يعني بصي هو اول ما قال لي انا لقيت انه الله، ده انا فرحانه قوي بانه قال لي ان اتجوز. انما ما كانش فيه أو يعني ما كانش فيه خطه ان احنا نتجوز خالص. وفجاه لقيته بيقول كده. انا ما اعرفش بقى بينه وبين نفسه، انا اول مره اسمع اللي هو قاله ده. فانا ما اعرفش بينه وبين نفسه يعني امتى قرر الشيفت ده، وايه اللي خلاه يقول؟ لان احنا كنا راجعين من شغل بيوصلنا البيت، وكان بيوصلني بقى كتير قوي. هو يعني لو رايحين مثلا حفله بعد الشغل فلا بيروحني وهم يروحوا الحفله. فكان في كده ليميتس احنا، وعزت ما كانش بيسمح ان احنا نروح حفلات بقى كتير بعد كده. وانا كنت لسه في الجامعه فبصحى بدري جدا، فكنت بخلص شغل واروح على طول. فهو اللي كان بيوصلني، وهو بيوصلني لقيته بيقول كده، فقلت له يلا. وفعلا انا نفسي بقيت مستغربه انا بقول ازاي، وهو كان في نفس حاله الاستغراب. انتوا عارفين ان موافقتكم انكم تنقلوا الصداقه لزواج يعرض الصداقه لو فشل طبعًا الزواج الى الانتهاء؟ طبعا. انا ما فكرتش في الناحيه دي خالص. انا فكرت بالعكس انه الصداقه هتخلي الجواز ناجح. طب وات اف ما جاتش في دماغي؟ اذا انت كنت داخل وانت مصمم على نجاح هذه العلاقه واثق. احنا اصدقاء قوي وبقالنا كتير اصدقاء، فالطبيعي انه مش ايه اللي عجبك في ميرفت؟ كل حاجه انا عجبتني في ميرفت. بيكذب وبيحمر قوي. على طول شفتي ايه اكتر حاجه عجبتك بجد؟ والله هي صاحبتي اصلها جدا، فانا بحبها جدا. لا قولي حاجه عجبتك. يا حاجه انا عارفه ان في حاجات كتير. اولا هي متحدثه لابقه جدا ودمها شربات. ست ظريفه جدا، خفيفه كده في البيت جدا، مهوله. مفيش يعني نكد كركعه؟ لا 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 خالص خالص خالص. فالتواجد معاها ممتع جدا عموما. هل يعني اعتقد ان ميرفت سايبه لك السبيس بتاعتك؟ يعني انت هي مش ضغطه، مش جايه في البيرسونال سبيس بتاعتك؟ هي مش ضغطه خالص، لان اولا هي مشغوله جدا جدا جدا، فلازم تسيب لي اذا كنت محتاج سبيس. يعني مش بارادتها. لا يعني مش سبيس انك تعمل يعني تقعد مع يعني وقت ما عايز تتكلم تتكلم، عايز تقعد تقعد، عايز تنام تنام، عايز تاكل تاكل. هي ست لطيفه جدا. هي قمر وكاريزما. لا والله صحيح. والله يعني لا ده حقيقي. شخصيه لطيفه ومرحه ودمها خفيف جدا جدا جدا، وممتعه العشره معاها. وانا في منتزه سعادة الحمد لله ربنا كل يوم انا اتجوزتها. طب يا دكتور الحمد لله. الدكتور عزت